قلت لكم بدو تتفصلوا، انا غادي نسجلها باش ما يضيع حتى شي واحد، وباش الحصه تكون موجوده ان شاء الله. واخا اول حاجه، واش السؤال المعتاد، واش الصوت واضح والصوره واضحه؟ الله يحفظك اخويا علي، الله يحفظك. واش الصوت واضح واش الصوره واضحه؟ على العموم شوفوا مزيان، يعني انا نزومي ونعاود نرجع، شوفوا واش الصورة واضحة والصوت مزيان. ما تهمش، غير المهم تبعوا معايا. انا في الاخر انا دابا تنسجل، الحمد لله هي تتسجل دابا، ما تقولوش بحال المرة اللي فاتت، هي تتسجل وبكاليتي واعرة. ديك الساعة غنلوحة، غير المهم نتوما تشدوا ما امكن هادشي اللي تنقول لكم وصافي، لانه ما تقدروش نتوما او ميم بو تتصنتوا ليا وتتشوفوا كاع الحاجات بالديتاي، ضروري ما غتتزقل لكم شي حاجه. هاد الامور ديك الساعه ترجعوا للفيديو اللي على اللوحه في اليوتيوب وشوفوه مزيان. فشحال من واحد الشباب دابا لحد الان؟ الدراري اللي كاينين قلال بزاف، دابا عندنا 10 الناس. كاينه شي ناس اللي ما حضروش، الصراحه انا ما عقلش على السميات، ولكن كاين شي ناس ما حضروش اللي دوزوا معنا السيونس اللي فاتوا، حيت الناس اللي دوزوا معنا السيونس اللي فاتوا هما اللي عارفين هاد النيفو اللي وصلنا له، كيفاش تحطينا هاد البروتوات الى اخره. هذاك الشيء علاش تنحاول شي شويه نساين، لعل وعسى يدخلوا الدراري. ما كانش ماشي مشكل، انا هذيك الساعه نسجلو غادي نلوحو في اليوتيوب، فكم ما بغاو يتفرجوا فيه يتفرجوا فيه. ف واخا مزيان، اي باش ندير واحد الغيزيمي قبل ما نبدا للناس اللي اول مره تيحضروا معنا. اول حاجه شدينا هاد البلون دارشي اللي كنا ديجا صيفطناه للدراري في ليماي، وتعلمنا كيفاش نردوه ان بلوك، كيفاش نكرييوه ان بلوك، وكيفاش وعلاش غنكرييوه ان بلوك الى اخره. هاد الامور كلها شفناها في الفيديوهات، راه غتلقاوهم في اليوتيوب، هادشي كله شفناه. وصلنا في الاخر، وصلنا اننا بدينا تنحطو لي بوطو. الحصه اللي فاتت كان فيها شي ساعتين ونص، كانت كلها تنهضروا على لي بوطو كيفاش نحطوهم، شنو هي البلاصه اللي ما خصناش نحطوهم فيها، هضرنا على لاسونسور كيفاش نحطوه الى اخره، البوال ديال لاسونسور، هادشي كله هضرنا عليه. هضرنا على اننا خدمنا غير النص ديال الجوان، لان هذا جوان سيميتري، يعني هاد البلاصه هادي مرايه ديال هاد البلاصه، فما كاينلاش انك تخدم البلون كامل، يكفي تخدم غير النص ديالو. ديك الساعه دير له ميروار، يعني لا غير تخدم هنا هو اللي غادي يكون هنا. شفنا هاد المسائل كلها في السيونس اللي فاتت. من بعد شدينا لي بوطو، قلت لكم بان تنبداو بلي زيتاج كونو هما الاولانيين، هما اللي تحطو فيهم البوطو، عكس لارشيتيكتور اللي هما تيبداو من الفونداسيون هما طالعين، ماشي بحالنا حنايا في البيطون. حنا الناس البيطون تنبداو من الفوق تنهبطو لتحت. فقلت لكم خدو لي طاج اللي تيتعاود بزاف هو اللي تخدمو عليه البوطو، من بعد عاد نزلوهم لتحت. مثلا الا كان البرومي مثلا دوزيام وتروازيام والكاتريام تيتعاودو، خدم عليهم ايطاج كورون بحال هكا. ملي تنقولو ايطاج كورون، يعني ايطاج تيشبه لايطاج لي فوق منو، تيشبه لي فوق منو، تيشبه لي فوق منو. وهادي مسائل تتكون في كاع لي بروجي تقريبا، فلي زيطاج تقريبا يعني ديزومو عند كاع لي زارشيتيكت زيطاج تيكونو كورون، لي تيكون مختلف هو الغيت شوسي، و لي زيطاج لي تيكونو فوق لي زيطاج كورون بحال الروتري، بحال هاد الروتري. فخدمنا لي بوطو حطيناهم في بلايصو، هاد لي بوطو هادو من بعد نزلناهم في الغيت شوسي، شفنا اللي خدام فيهم خليناه، اللي ما خدامش فيهم حيدناه، من بعد هبطناهم للسوسول شفنا اللي خدام فيهم خليناه، اللي ما خدامش فيهم حاولنا نحيدوه الى اخره. دو توت فاسون نتا خدام على البروجي ديالك، وفي ما تيبان لك ان بوطو خاص في شي بلاصه ولا في شي بلاصه ناقصك، راك تتحطو في لي نيفو الاخرين، حتى في الاخر تتولي عندك واحد الكونسيبسيون ديال لي بوطون ديال البروجي كامل. داكور، دونك دابا ملي حطينا لي بوطون، انا قلت لكم كنا طلعناهم الفوق، غنكملو على لي بوطون. هنا دابا مثلا تيبان لي بانه كاينه بوطون هنا ناقص، لان الا شفنا هنا مزيان جينا وكوطينا هاد البلاصه من هنا حتى لهنا، يعني اونتخ اكس ما بين البوطون، تنشوفو تقريبا عليهم 7 متر. تقدر ديرها، ولكن انا تنفضل دابا حاليا غير حط لي بوطو. من بعد ديك الساعه البوطو اللي يبان لك ما خدامش ولا اكزاجيري، زعما كاينه مبالغه في عدد لي بوطو، راه تحيدو البوطو اللي ما عنده حتى شي اهميه حيدو، او اللي ما خدامش لك حيدو. داكور، اذا انت ما تخسر والو، ما هاد لي بوطو فابور تحطهم دابا، ما
خسر اليوم الفلوس لا تجهر. اي حطه 3 ايام الحطه داك. اذا هنايا حطينا كاع لي بوطون، انتما تتشوفوا انا زدت واحد هنا. قلنا بان غتكون واحد المشكله عندنا هنا، لان هاد اللين اللي تتشوفوا بالاحمر البيريفيريك هذا هو ديال الغيتشوسي. الوغ اي بوطو غيتحط في هاد البلاصه هادي خصك ترد له البال، راه ينزل في الحيط، ولكن ما تقدرش تحط شي بوطو هنا لانه في لي زيتاج كون غيطلع لك شوف في الشومبر. الوغ من هنا حتى لهنا ممنوع عليك تحط شي بوطو، بمعنى من تنشوفوا هاد البلاصه من هنا حتى لهنا تنقصدوا بها هاد البلاصه من هنا حتى لهنا. شتيها انا هنا ما حط فيها حتى شي بوطو. لو انني حطيت بوطو مثلا في الكوان، واللي هو طبيعي انه خصو يكون بوطو في الكوان، واللي قلنا من قبل بان البوطوات ديال الكوان دي ما تيتحطوش، شوف شنو غيعطيني في ليزيتاج. اون فوا غنحطو غيطلع في هاد البلاصه هادي، اذا اون فوا غيطلع في الشومبر ما بقاش خطو. داكور الو واخا، اذا حطينا كاع لي بوطو تقريبا. دابا غادي نشوفو نديسينيو لي بوتر، ومع لي بوتر غيبقاو يبانو لنا عاوتاني واش كاين شي بوطو ناقص ولا لا. واخا نزيدو غير هاد البوطو هذا اللي ديجا حنا حطيناه، نزيدو في ليزيتاج كورون. كيما قلت لكم ديما تناخدو واحد بوان ريفيرونس اللي ما تتبدلش كاع في سميتو كامل. باغ اكزومبل دابا مثلا انا لاكاج ديال لاسانسور او الفوال ديال لاسانسور نحطو، غتلقاو تحت هنا شتي هو هذا هاهو. ونمشي لغيت شوسي عاوتاني نفس البوان نحطو، غتلقاو هو هذا هاهو. ونطلع الروتري ونحطو في نفس البوان، وغنشوف بانه هو تحط هنا. اذا ما داير حتى شي مشكل وخدام مزيان امارش واعر. داكور واخا، اجي دابا منين يعني نقدروا نقولوا واحد 80% من لي بوطو درناهم كونسيبسيون ديال لي بوطو حطيناهم. اجي دابا شنو ندير، نبدا نديسيني الكوفراج ديالي، يعني نبدا نديسيني لي بوطو. ثاني مرحله تجي من بعد لي بوطو هي لي بوطو. كما قلت لكم الحصه اللي فاتت راه قلت لكم ان شاك اليمون تنحطوه في كالك بحديتو، مثلا لي بوطو انتما تتشوفو حطيناهم في كالك سميتو بي او تي بوطو. لي بوتر كذلك هو مثال، تا هما تنحطوهم في كالك بحديتو. علاش؟ جاوبنا المره اللي فاتت، باش الا بغيتي تكاشي شي حاجه تكاشيها، بغيتي تافيشيها تافيشيها، بغيتي تشوف غير لي بوتر. انا نعطيك غير مثال، حنايا كنت قلت لكم المره اللي فاتت قلت لكم باننا حطينا درنا هذا البلون دارشي كامل في كالك. دابا هنا غتجي المهمه، علاش حطيناه في كالك؟ دابا تتخيل معايا مثلا انا دابا بغيت نشوف غير لي بوطو، بغيت نشوف غير لي بوطو، ما بغيتش لارشيف، غنمشي وغنكاشي لارشيف. فوالا هانتوما ها لارشيف مشى، وبقاو تيبانو ليا لي بوطو ديالي. انا تنشوف دابا الكونسيبسيون ديال لي بوطو ديالي، وتقدر تكمل الكوفراج كامل وتكاشي ديك الساعة هذا وتخرج البلون ديالك. وديما البلون كوفراج ديالك راه غنوريكم شي بعض الدراري صيفطوا ليا شي حاجة، شي حاجات يعني اكزومبل من داكشي اللي خدمو. وديما تنقول لهم ما عمركم تخدموا الكوفراج بعيد على البلون دارشي، ديما البلون دارشي يكون تحت من البلون كوفراج، يبقى ديما تحت من البلون كوفراج. علاش؟ باش حتى كان شي ايرور عند البلون دارشي او غلط في شي حاجه غيبان، تقول له فوالا شوف انا راه خدمت فوق لي بلون ديالك. يعني الا كان شي غلط، انا نعطيكم مثال بحال اش تيكونوا الاخطاء، تيكونوا مثلا بعض الخطرات كاين دي ديسيناتور عند لي زارشيتيكت، تيجي لواحد الكوت ما تيبغيش يموديفي البلون ديالو، تيجي لواحد الكوت شنو تيدير له؟ تيدير له مثلا نعطيكم مثال، ناخذ كوتاسيون، ها هو واحد الكوموند ديال كوتاسيون. تخيلوا معايا دابا مثلا من هنا حتى لهنا، انا عندي مترو 55، شفتوها هي مترو 55. بعض الخطرات كاينين بعض لي ديسيناتور، هادي مثلا تزادت واحد 5 سنتيم، مثلا هاد البلاصه هادي تزادت 5 سنتيم، يعني هاد الحيط هذا ديبلاصا حتى لهنا ب 5 سنتيم. هو ما فيه ميديسين، يعني حيت هو الديسان غيبقى تقريبا بليزوموا كما هو، غير هنا غتزاد 5 سنتيم، فما فيه هو ما يزيد ديك 5 سنتيم في الديسان كامل، يعني خصو يسيليكسيوني هاد التخابيك كامل ويديبلاسي. الوغ شنو تيدير؟ تيجي لهنا تيكليك على هادي دو فوا، يعني منين تزادت 5 سنتيم نورمالمون من مترو 55 شحال غتولي؟ غتولي مترو 60. تيجي تيكتبها لك هو، فهمتيني، تيكتبها ماشي تيكوطيها، تيدير لك مترو 60 بحال هكا. الوغ نتا فاش تجي تخدم البروجي ديالك تتخدمو في الاخر تدير له مترو 55، مترو 60 ديالو او مترو 55، فهمتي؟ تيوقع الغلط بعض الخطرات. هنا تيقول لك لا فوالا انا عندي مترو 60 تما، انت درتي لي مترو 55 الى اخره، تا 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 تا. تجي تقول له فوالا انا خدمت فوق البلون دارشي ديالك، يعني الا كان شي غلط راه عندك انت في البلون دارشي، حاول تصلحو عاد صيفطو لي، فهمتي؟ يلقى منين يشد، واش فهمتي الديكور؟ هادشي علاش تنقول لكم ديما خدمو فوق البلون دارشي. دابا انا خدام فوق البلون دارشي،
ما يجيش يقول لي مثلا هاد لي زيسكالي لا حكا راه زايدين هاكا الفوق، انت غلطتي ليا في لي كوط ولا لا. اجي نوري هاد البلون نقول له شوف ها لي بوطو عندي فوق بلون دارشي ديالو، اذا كان شي غلط راه جاي من عندك اصلا. داكور الوغ هادشي علاش تنخدمو كل حاجه في الكالك ديالك، باش تتسامبلي فيها لينا الخدمه، تنوليو عندنا البوسيبيليتي باش نتحكمو في كاع لي زينيمون بسهوله، فهمتيني؟ الو كما قلت لكم، ف هذاك الشيء علاش حطينا لارشيف كاك بوتو في كاك الى اخره. رجعوا قلنا المرحله الثانيه من بعد لي بوتو شنو هي، هما لي بوتر. لي بوتر حنا ديجا في هاد التامبلت اللي كنت صيفط لكم ديجا، انا ديجا قديته ووريتكم كيفاش تيتقادو هاد لي بلوك وهاد لي كالك، وصيفطنا واحد غير باش نستغلوا الوقت، صيفطنا واحد ديجا مصايب مقاد هو هذاك، راه تلقاو عند الدراري يقدروا يعطيوه لكم بالنسبه للناس الجداد. غنمشيو هنا للبي او تي ونشوفو بوتر، ها هي بوتر هي هادي. الو اختارينا الكالك ديال بوتر ونبداو نديسينيو. شوف دابا حاليا منين تجي ديسيني لي بوتر ما تسوقش، غي اليني ما بين لي بوتر، ما تقولش هادي هزه هادي ما هزاش هادي ما عرفت شنو هادي ما خصهاش تكون هنا الى اخره. لا دابا غي اليني مع لي بوتر صافي داكور. الو نسى عليا نتايا هادشي هذا، حيد البلون دارشي كاشي ورانا كاسيدي. شوف خد لين خد لين، وهاد اللين هذا قبل ما تاخذو سير لهنا ديكالك لي بيسور ديالو، ها هو لي بيسور لين. شوفو كاين 1 2 3 3 ديرو فيه 30 صافي داكور، فيها 30 خدو فيها 30 وهبطو لتحت، وكونوا على بال ان هاد البليصه هادي شوفو معايا لتحت، هاد اكتيفي ماسكي لي بيسور دو لين تكون اكتيفيا. علاش نقول لكم علاش، عندي سيني واحد لين، شوف شوفو مزيان شتي كي تيبان ليكم هاد اللين هذا تيبان كاع. هي شوف انا ديزاكتيفيت هاديك ديال لي بيسون كلين، شوف شنو يوقع له، تيبان داير تيبان فان. الوغ انا لا انا باغي يبان كاع باش نشوف يبان بلان يبان سوليد باش نشوف لي بوتر ديالي. داكور اذا قلت لكم اول حاجه تاخذوا الكالك ديال البوتر، ثاني حاجه تمشيو تبدلوا لي بيسور وديروا فيه 30، ثالث حاجه وتاكتيفيو هاد لي بيسور اللين اكتيفيو ما تماسكيوهاش افيشيو صافي. ونمشيو لين نمشيو لين كوموند لين كليكي عليه ورانا كسيدي بلا تلاقي مع هاد لي بوطو. ما تيهمكش شوف ما تيهمكش شنو واقع، اي لاقي ما بيناتهم لاقي ما بيناتهم ما تيهمش، شي هذا خارج ماشي مشكل. انت دابا حاول تلاقي ما امكن مع لي بوطو. نحيدو هاد البيريفيريك هذا ديال لاشي غادي نديرو بيها الساعة وبدا تلاقي طبيعة الحال، بدا تلاقي من برا للداخل. ها شوف هذا شتي كي ناقص شي حاجه جيبو حتى لهنا خليه ناقص ماشي مشكل. نجيو هنايا غير ديسيني ما تسوقش كلشي، هاد الشيء رجعوا لي لاقي هادي مع هادي مثلا. شوف وديكاليه ب 25 اللي ديسينيتي ديكاليه ب 25 ديكاليه ب 25 ديكاليه ب 25 دونك جيبو هنا مثلا شد هذا كوبي خد هاد لاين هادي جيب هاد هنا معرفتش شحال تاني جيب هاد هنا هادشي كلو غنقادو غير انت متسوقش انت غير لاقي ما بين هاد لي فوطو. ربما هاد المسألة غتجيكم غريبة نوعا ما، ولكن انا تنعطيك شي حاجة ديال سنين من التجربة. كله في الاخر غيتاجيست، كلشي هادشي غيتاجيست، كل البوتر هنايا غنأجيستيوها بحديتها. هنا ديما هادوك اللي تيكونوا في الاخر كاع في البيريفيريك ديما جيبهم من الاخر نجيبهم من هنا داكور. ها هو واحد اخر عاوتاني غنمشيو له نديرلو هاكا من بعد غنوريكم علاش درت ليه في الوقت داكور. باقي شي وحدين ما ملاقينش، واخا باقي وحدين. الوغ نجي هنايا نحيد هذا نجيب هاد الدولين هادو ديبلاسي ولا كوبي كوبيي شي كوبي نجيبهم من هنا شوف واش اليني الفوق ما شي حاجة، ما اليني ما حتى شي حاجة، اذا نحيدو
عيد هاد جوج. هاد الكومود باش تنحيدو مع الشباب بلاتي نوريكم، هادي نسيت ما وريتهاش لكم. شوف عندي هاد دولين طالع انت لفوق، بغيتهم يوقفوا حد هاد اللين هذا، تمشي الكوموند اجيستي، واحد الكوموند ها هو هنايا غنشرحو لكم مزيان. هذا مهم، هو مبين لي كوموند اللي كنت ديما تنقول لكم انه راه كاينه 5 6 10 لي كوموند ديما غتبقى تخدم بيها، تميتريزيهم مزيان. فشوفوا هاد الكوموند هذا ديال اجيستي، كليكي عليه اون فوا غيقول لك حدد لا لين اللي غيوقفوا فيه هاد لين اللي بغيتي تحيدو، نقول له هاد لا لين هذا، هو راه غيقول لي دابا وتكليكي ادغوات ادغوات لا سوري كاينه الجهه ادغوات كليكي عليها، غيقول لك شنو هما لي لين اللي بغيتي تحيد، نقول له بغيت نحيد هذا، او تيعطيني واحد العلامه بالاحمر بغيت نحيد هذا. داكور سهله، كاين مثل من نعاود لكم هنا الشباب، لان هذا الكوموند هذا مهم وانا تنخدم به بزاف الصراحه. هانتوما هانتوما مثلا عندي هاد الدولين هادو هاكا ها هاكا ها. شوف مثلا تقدر دير اجيستي، ها هي اجيستي هنا، تتكليكي على لانين اللي بغيتي يهبط فيها، او ما تكليكيش كليكي اوتوماتيكمون دغوات فيما تكون شي ملاقية يحيد لك لانين. مثلا بغيت نحيد هذا ان فلا يوصل لهاد الملاقية يحيدوها، بغيت نحيد هذا غير يوصل للملاقية يحيدو، بغيت نحيد هذا يحيدها هاد الوسط، شتي شتي هادي نيشان ادغوات. اما الا بغيتو يتحيد من شي جهة معينة بغي نحددها له انا، تنكليك على اجيستي وتنقول له مثلا هاد الدولين هادو اللي وسط منهم هو اللي يتحيد. شوف لا كليكيت هنا ما يتحيدش، ولكن لا كليكيت هنا شوف طق هاو تحيد. داكور هذا ما بغيتش تحيد، شتي ما بغيتش تحيد، علاش؟ حيت قلت له اللي ما بين هاد الدولين هو اللي يتحيد. هاد كوموند اجيستي مهم بزاف الشباب، حاولوا تعلموا. داكور نرجعوا للديسان ديالنا حنايا هنا، وكاينه برولونجي من مورا النيت كاين اجيستي. اجيستي مثلا شوف مثلا انا بغيت هاد لا لين هذا هو، كليكي عليه كليكي ادغوات نقول له حيد لي هاد لينين كاملين. شوف 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 طق هاو حيدها، فهمتيني؟ في نظركم علاش ما حيدش هذا؟ علاش واخا درت هذا ما حيدوش؟ حيت هاد لانين هذا ما وصلش ليه، شتيو هاد لانين هذا ما وصلش ليه، علاه ما حيدوش؟ لو انني وصلته ليه مثلا غندير برولونجي هاد الكوموند حنا نشوفو دابا شويه. شوف غنكليك عليه دابا نقول له حيد لي هذا، شتي علاش؟ حيت واصل ليه، ها هو شتيه واصل ليه، راه قلت له حيدو ولا باغي يحيدو. داكور كاينه كوموند من غير اجيستي كاينه برولونجي، هو العكس ديالو تماما، هذاك تيقطع هذا لا تيزيد. مثلا نقول له انا برولونجي هو تحت منه مباشره، تنقول له بغيت هاد لي لين هادو اللي تتشوفو هنايا بغيتهم يوصلوا حتى لهنا، بغيتهم يوصلوا حتى لهاد لا لين الاخرين، تنكليك على لا لين اللي بغيتي يوصلوا له دوك لي لين، وتنكليك عاوتاني ادغوات ادغوات بفلاسوري ادغوات، وتنقول له يلا سير صيفط. شتي هو تيصيفطهم قبل ما نكليكي، شتي ها تيصيفطهم قبل ما نكليكي. نفس الديكور، شوف علاش هذاك الاخراني ما وصلش، علاش الاخراني ما وصلش؟ شتي علاش ما وصلش؟ لانه هاد لا لين هذا ملي غيجي ماشي بيربونديكيلير عليه. انا نوريكم، انا صيفطت مثلا هادو حتى لهنا، جيت ناليني هذا نشد هذا نطولو بحال هكا نطولو نطولو، تقدر تشد غير ديك البوان هاد البوان هادي وتهبطها لتحت، هو تيطول شتي تيطول ولا تيقصر. الا جيتي تشوفو شوف ها شتي اذا ما وصلش ليه، على هذاك الكوموند ما خدمش. غندير برولونجي بنفس الطريقة، غنكليك على هذا هاد لا لين هذا، بغيت يوصل له هذا هذا بغيت يوصل له، صافي نكليك ها وصل شتي. دابا اجيستي اجيستي غنكليك على هاد لا لين، كليك على هو تنقول له اجيستي هذا. داكور باينة واضحة ياك الشباب، اللي ما واضحاش شي حاجة يقولها لي باش منبقاوش غادي تنخدمو شي حاجة في الاخر تا واحد ما يفهم. هذا ما عندي ما ندير بيه دابا حاليا. داكور دابا ديسينيتو لي لين غير حطيتو لي لين فين ما جا، هذا بالنسبه ليا انا ما عندي ندير به حيت ما شادش لي بوطو بزاف. طن 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 دابا شنو نديرو؟ اكتيفيو البلون دارش. داكور حنا اكتيفينا البلون دارش، ها مزيان. ها غنشوفو دابا مثلا تنشوفو ان هاد البودر هادي خاصها ديبلاصا، علاش؟ باش تجي فوق الحيط، يعني الجزء الكبير منه خصو يتخبى في الحيط، هادي بلاصتها هنا. داكور شوف هاد البودر هادي نورمالمون غنديسيني واحد لين هنا، غنديسيني واحد لين هنا نخليوها حتى الاخر باش نشرحها لكم هادي، لانه بودر اون كونسول، هاديك بودر اون كونسول غنشرحوها شويه من بعد، خليها حتى الاخر. خلينا الباغي في هاد لي كاري لي ديسينيتو نتوما قبيله.
تنشوفوا بان هذا دايزوز لاكور ما عنده حتى شي معنى، ما نازلش على الحيط. خاصكم تعرفوا بان كاع لي بوتر خاصهم يكونوا نازلين على الحيط. واخا كيبان لي هنايا خصني ندوز واحد لا لين في هاد البلاصه هادي، واحد البوتر هنا شتي هنا، ندير ليها ديكالي 0.25. اها هي جات هنا كوموند اجيستي اللي وريتكم قبيله، وغناخدو هاد لا لين هذا مع هاد لا لين هذا، نقول له حيد لي هاد الجوج هذا وهذا داكو، او حيدو. غنجي هنايا غنشوف بان هاد البوتر هادي اللي قاطعه جايه في الفيد مخدامه لتا شي حاجه حاليا، غنحيدها. كوموند اجيستي ديما بكوموند اجيستي، اللي ما فهمش يقول لي ما فهمتش. داكو شوفوا شي حاجه واحده اخرى، نقدر نالينيي هاد البوتر حتى لهنا، نقدر نجيب واحده اخرى. شوف انا دابا تقريبا بليزو مو غير تلاقي ما بين لي بوتر، يعني تنديسيني لي بوتر، تنحرص على ان لي بوتر كلهم يكونوا بليزو مو فوق الحيط. هذا راه حيط ديال هادو هما الحيط، يعني حيط ديال الدوج 0.25 ديكال. تنديكالي بهادي ديكالي، وريتها لكم ديك المره اللي فاتت، قلت لكم ديكالي هو اننا عندنا واحد لين بحال هكا، وبغينا هاد اللين هذا يمشي لتحت ولا الفوق ب 25 سنتيمتر ولا 30 ولا اي كوت، ويدوبل يعني كوبي اي ديكالي، تمشيو لهنا ها هي ديكالي شتيها، تنكليك عليها تندير الكوت اللي بغيت انا ديكال، مثلا ان متر ان، تكتب ان متر، تنكليك عليها وتنشوف واش باغي يمشي لتحت ولا يمشي للفوق، تحت ولا الفوق، وتنكليكي باش تنجي نكوطي هاد البلاصة هادي تلقى فيها ان متر. هذا هو كوموند ديكالي. الوغ شفنا كوموند ديكالي، شفنا اجيستي، شفنا بخولونجي، هاد لي كوموند هادو خصكم تحفظوهم، هادو راه كوموند مهمين بزاف في البيروديتي، ماشي غير في البيروديتي، في اي دومين. هاد لي كوموند هادو راه تيخدمو بيهم بزاف، هادو حاولوا تفهموهم، ماشي صعب بزاف، غتلقاوهم في كاع اللوجيسيالات، كوبيي كوبي ديكالي ديبلاسي ميروار، هادو غتلقاوهم في كاع اللوجيسيالات، خاصكم غير تفهمو البرانسيب ديالهم، هما تيبينو غير من الشكل ديالهم. مثلا ديبلاسي راه باينة انك شي حاجة تديبلاسي من بلاصة لبلاصة، ديبلاسي هي مثلا هي عندي هنا بغيت نديبلاسيها هنا، صافي يعني تتحيدها من بلاصتها لبلاصة أخرى. ديكالي راني قلت لكم ديكالي هي ان تديكاليها لتحت بواحد الكوت معين، اما تعطيه كوت او تحدو له من الديسان، مثلا نقول له بغيت هادي تمشي تا لهنا الديكالا، تنعاود نكليك عليها وتمشي لديك البلاصه اللي حددت لها مزيان. فهاد لي كوموند هادو حاولوا ما امكن انكم تفهموهم مزيان. واخا تنشوف هنايا كاينه واحد الروينه واحد التخربيقه ما عندها حتى شي اهميه، وتنشوف بانه ناقصاني شي حاجه هنا، فنجيب بعدا بوتر من هنا لهنا. انا دابا شوف راه تنخدم معكم هاد البروجي هذا بحال لا هي لا محطوط ليا وخدام تنخدمو، يعني ماعرفتش تيقولو ليا سيرجالي ولا شي حاجه بحال هكا، يعني تنخدمو معكم يعني بحال لا راه محطوط عندي وانا جالس في البيرو تنخدمو. حاولوا تستافدوا من هاد النقطة هادي، لأن أي مشكل تنطيحو فيها راه غيكون فيه إفادة ليكم. ما علينا، ألوغ سالينا من هادي، تيبان لي عاوتاني راه خصني ندوز واحد البوتر هنا هايا، شتي هادي راه ممكن ندوز بوتر، هاي نازلة فوق الحيط طاق 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 حتى لهنا، وديك الساعة نشرحو ليك البوتر، ها بلاتي غنشرحو ليك البوتر، هنا، أها، زيد، هادي، هاد الروينة هادي ما عندها حتى شي أهمية، كاين هنا واحد الروينة خصنا نحلوها. هنايا تا هادي ما خداماش لان تتشوفو البوتر داخله في لاسونسور، مع اذا ما خداماش غنشدو بعدا هادي اجيستي ونشدو عاوتاني من هنا ونحيدو هاد الدولي، يعني ما يديرو هنا هاكا. شنو نقدر نديرو عاوتاني؟ قالت لي هاد اللعيبة هادي ما خصهاش تكون هنا، ممكن نحط في الصراحة بوطو هنا
ممكن نحط بوطانه. هذه لقينا ليها الحل. غنجيو هنا غنحطو بوطو في هذه البلاصه هذه في الكوان ياك. اللي ما فهمش يقول لي ما فهمش باش ندوزو حاجه بحاجه. نحطو هذه هنا ياك. علاش حطيت هذا هنا؟ باش غنحيد هاد لالين هذا وشو غنكليكي ليها من هنايا ونرجعو للبلايصه ديالي نخليه هنا مثلا تنشوف شنو غندير له. ورجعت هذا عاوتاني هنا لانه ما خدامش في ديك البلاصه. كنت بغيت زعما نحط واحد البوتر هنايا وتجي مهزوزه فوق هاد البوتر حيت ان هاد البوتر غتجي مهزوزه هنا وهنا وهادي غتجي فوق منها. ولكن في الاخر لقيت بانه غيجي الروطومبي في هاد البلاصه اللي هي في جو بونس عنده شي كويزين هنا ولا شي حاجه غتكون الروطومبي هابطه في ديك البلاصه فما خدامش. انا تنحاول ما امكن انني ما نعطيش الروطومبي في الروطومبي تنقصد به هو تنقصد به ديك الروطومبي تنقصد به ديك لا هوتور ديال البوتر اللي تيبقى هابط في الفيد. مثلا دابا انت لو وقفتي هنا في البلاصه هذه وزيتي راسك غتشوف ان البوتر هابطه لك هنايا بواحد 40 سنتيم ولا 30 سنتيم ولا شي حاجه. هذا هو اللي تنقصد به الروطومبي. فهذا عيب ما خصوش يكون. لي بوتر كامله خصهم يكونوا نازلين فوق الحيوط يعني ملي تيطلع عليهم الحيط تيجيو مخبيين. تخيل معايا انت داخل من هذا الباب هذا واحد شويه تتهز راسك تلقى واحد البوتر كبير هابطه في البلاصه هذه عيبه فهمتي في السقف يعني في السطح ديالو في السقف ديال الهضر تلقى واحد البوتر هابط هنا تجي معيبه. فتتحاول ما امكن ماشي راه تنقول لك والله الخطر راه تكون مضطر ان يكون عندك الروطومبي في شي بلاصه ولكن تتحاول ما امكن ان الروطومبي كامل يهبط في الحيوط. علاش تنحاولوا ما امكن ان الروطومبي يهبط في الحيوط؟ باش اقتصاديا يعني دابا انت ملي كثرتي له مثلا الروطومبي نازله مثلا في صالون او شومبر دابا هو باش غيحل هذا المشكل هذا ديال الروطومبي يعني داك العيب ديال داك البوتر هابط له في واحد البلاصه فيد غيدير البلافون القبص. القبص يعني ساكوت فهمتيني راه غيخلص عليه فلوس يعني راه يخلص عليه فلوس وغي هادي الو الو حاول ما امكن نتايا تخبي له سميتو باش ما يخسرش داكور. حتى تشوف عاوتاني عندي البلاصه من هنا لهنا فهنا ممكن ندوز بوت من هنا لهنا في الفصل 15 اوكي وهذا نجيب واحد شوية هنا. انا مضطر نجيبو هنا شوية علاش باش البودر تجي شادة في الفوار داكور. اضطريت انني ندير بلاصي واحد شوية لتحت نلخر البريفيريك هذا من بعد غنشوف يعني نحل هاد المشكلة اللي كاينة هنا. فهنا تنشوف هنا قالت لي مشكلة هنا هنا فأنا مضطر أنني نشد هاد البوطو هذا. غالبا البوطو راه ملي غيتكالكيلا راه ميبقاش فيه 30 على 30 شوية راه واضحة المسألة راه غيولي كتر من 30 على 30. تخيل معايا البوطو اللي غيكون فيه 60 غيجي هنا بمعنى ان هذا البوطو واحد غيكون وهاد البوتر هادي نحاول نديبلاسيها لهنا باش تجي شادة في الحيط يعني باش تجي نازلة على الحيط. وهذا غنجيبو من هنا حتى لهنا هنا غنديبلاسي شوية. في الاخر هذا راه يكون بوطو واحد ما يكونش بحال هكا جوج بوطوات يكون بوطو واحد فيه. شوف على حسب البري ديمونسيون ديالو شحال هكا داكور. اذا انا حليت هاد المشكل هذا ديال هاد الكوان هذا. هادي هي الكونسيبسيون الشباب هادشي اللي تنسميو حنا كونسيبسيون مي تنقولو بروشتو اون بيتو ارمي تيدير الكونسيبسيون. هادي هي الكونسيبسيون. كونسيبسيون هو انك انت تيجيك واحد البلون دار شي بحال هكا وانت خصك دير كونسيبسيون ما تنبقاش معول انت على لانجينيور
ولا على ما عرفتش يعني الانسان اللي مسؤول عندك ولا على الباترون ولا كذا، هو غيجي يدير لك كونسيبسيون. الوغ انت من بعد سنين من بعد الخدمه في البيرو ديتي، سواء كنتي انجينيور سواء كنتي تكنيسيان، بعد سنين تلقى تكتسب واحد الخبره في انك تتعرف كيفاش تحط البوطوات. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، راه اللي تيخدم هذا الشيء تتولي عنده خبره اكثر من الباترون براسه. يعني انا فاش كنت خدام في طنجي وكنت بوحدي خدام مع الانجينيور اللي كان معايا سي عبد الكريم، كنت ما تنخليش يدخل بزاف في الكونسيبسيون، لانه كنت تندافع على الكونسيبسيون ديالي بواحد الشراسه، فهمتي علاش؟ حيت انت من بعد ما تدوز سنين وانت تدير الكونسيبسيون تتولي تلقى حلول بسرعه. بار كونتر هذاك اللي ما تيديرش الكونسيبسيون، واش فهمتيني؟ الكونسيبسيون هو انك تتعرف فين تحط البوطوات، تتعرف فين تحطوا لي بوتر، فتتلقى حلول، فهمتيني؟ هي بحال شي لغز، فهمتيني؟ بحال تتلعب داما ولا تتلعب تتجيب هذا هنا ولا الشطرنج ولا ما عرفتش شنو سميتو، تتجيب هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا، في الاخر تتحصل على كونسيبسيون مزيانه، يعني كونسيبسيون ديال لي بوطو لي بوتر فين غيتحطو الى اخره، فهمتيني؟ فالكونسيبتور الواعر هو اللي ما تكثرش بزاف، ما تيكزاجيريش بزاف لي بوطو. واحد لي بوتر ديالو كلهم تيكونوا نازلين في الحيط، يعني ماشي تيجيب اي شيير في لي بوتر هنا وبوتر هنا، بوتر نازله في صالون، بوتر نازله في شومبار الى اخره. ثلاثه، وانه ماشي كل شويه تيرجع للارشيتكت، الو الارشيتكت راه هذيك خاصك تبدل لي هذا الحيط لتحت ردوا لي الفوق، حيت علاش؟ حيت الكونسيبسيون ديالي ما خدامش. الكونسيبتور الواعر هو اللي عطيتيه اي بروجي كيما كان يلقى له حل، يلقى له حل. ما تعطيش شي بروجي مثلا لغيت شوسي ما تيشبه البروميير ايطاج، البروميير ايطاج ما تيشبه الدوزيام ايطاج، فهو اللي معلم تيحاول انه يلقى كونسيبسيون، فهمتيني؟ هنا الفرق. واللي مبتدئ راه بطبيعة الحال اللي انفوا غيلقى ماشي بحال الفوق ماشي بحال التحت، التحت راه يعرك يعرك ويقول هادشي شي قاصح ليا ما نعرفش كيفاش ندير. داكشي علاش لي زارشيتاك دابا تيحاولوا ما امكن، المعلمين فيهم تيحاولوا ما امكن يعطيو لي زيتاج والغيت شوسي كورو، يعني بحال هاش تيحاولوا ينزلوا الحيوطة فوق بعضياتهم، فهمتيني؟ دابا مثلا تيحاولوا الحيوط اللي عندهم مثلا في لي زيتاج هما اللي يكونوا في الغيت شوسي هما اللي يكونوا في الروتري، علاش؟ باش تيسهل على البيروديتي شي شويه، على الارشيتكت المعلم تيسهل على البيروديتي الخدمه. علاش؟ منين تتحط انت بوطو الفوق نازل لك في حيط والحيوطه كلهم سي بوزي فوق بعضياتهم، تتسهل عليك الماموريه. وتخيل معايا دابا مثلا هنايا انه كاع هاد البوطوات مثلا تتشوف هنا هاد الحيط، مثلا هاد الحيط لنفرض هاد الحيط اللي حطيت فيه انا هاد البوطو، نزلت لتحت ولقيت مثلا شومبر، لقيتو هاد الحيط ديبلاصا هنا، لقيت هنا دار شومبر، اذا ما بقاش خدام. ودير هاد القضيه هادي على كلشي، على الكونسيبسيون كامله، غتولي ديك الساعه يولي عندك بوطو هنايا، بوطو مرمي ليه، بوطو هنا، بوطو هنا، غتولي الروينه، واش فهمتيني؟ ولكن انا تنقول الكونسيبتور الواعر، البروجيكتور الواعر هو اللي يخدم اي كونسيبسيون. دابا انا تنوريكم واحد الكونسيبسيون اللي هي كلاسيك، اشنو كلاسيك؟ هادي راه كلاسيك، ما كاينش شي حاجه هنايا، راه كاين شي حاجات راه الحماق راه تسطيها، يعني باش تخرج ليها كونسيبسيون راه تبقى حماق، واش فهمتي؟ ولكن حاولوا ما امكن، ماشي تنقول مشروع سهل، هذا هو صعيب الصراحه، يعني كمبتدئ اللي غيخدم معنا البروجي راه صعيب عليه، لكن الدراري اللي خدموا ديجا قبل راه يعرفوا بانهم خدموا شي حاجه صعب من هكا، داكور اش المهم ما علينا. هنا تيبان لي واحد البوتر غدا غير في الهواء ما عندها حتى شي علاقه، نتوما تتشوفوا دايزه في الفيد ما عندها حتى شي معنى، نحيدوها بكومون اجيستي. نمشيو هنا ناخدو هاد لالين هذا ها هو، ونقول له حيد لي الله يجازيك بخير هادي وهادي، داكور فوالا. غنشوف هنايا، هنايا هاد البلاصة هادي، وغنحاول هادي نطول هاد لهنا، ونحاول هذا هاد البوتر هادي نأجستيها نحيدها من هنا، هاد البوتر مبقاتش خدامة عندي ما عندي ما ندير بيها. تنشوف ان هذه المسافه هذه كبيره، يعني بامكاني نحط بوطو في البلاصه هذه، فهمتي؟ تنشوف بان هذا البوتر هذه ما نازلاش هنا، نازله فوق الحيط، ولكن هنا لا بارتي الكبيره ديالها ما نازلاش فوق الحيط. ها هي شتيها، ندي بلاصه حتى هي هنا شويه، ومن بعد غنقادو البوطوات. دابا مثلا هذا البوطو هذا خصني نقادو، خصني نجيبو
هما يكون الكوان ويجيو اليني مع بعضياتهم، هادشي كله تيتعاود يتقدم. حنايا لا تنديرو غير كونسيبسيون، وديك الساعة حلق لي انا مثلا البروجي ديال كيما بغيت تات سيري كونسيبسيون. هاد الفورماسيون عاد تاخد وقت بزاف، علاش؟ لان انا ماشي تنعلمك غير ديسيني ودوز، دابا انا راه تنعلمك هنا دير كونسيبسيون. داكو هنا عندي واحد الدولين ما عندهم حتى شي اهميه. كوموند انتم تتشوفوا دابا ديما تنخدم بلي كوموند معروفين، اجيستي ديبلاسي فهمتيني، ولا اليني شي حاجه بحال هكا. يعني ما كاين لوتو كادر ما فيه والو او نيفو دو فيرو دي تيبا، ما كاينش شي حاجه صعيبه. فوالا درت شي غلط انا، نشدو تاك 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 هنا نحط داك. فين وصلنا؟ فين وصلنا؟ تنشوف هاد البوتر، هاد البوتر اللي مشيت هزيت عليها لي شارج، غتكون هاد البوتر مشارجي. حنا غنوصلو لي شارج غنوريكم كيفاش. دابا انا او ميم طو تندير واحد القراءة بيني وبين نفسي، تنقول دابا الوردي لي زوغدي بوتريل غيكون جاي هاكا، يعني لي زوغدي البوتريل غيكون جاي من هنا وغتكون البوتريل هنا. دابا كاين واحد الاشكال، هو ان دابا الشباب اللي معانا ماشي كلهم نيفو واحد، واش فهمتيني؟ هذا هو الاشكال. دابا باش تختار تشرح واحد الحاجه وتظن بان بنادم راه فاهمك، ولكن كاين شي واحد اللي ما فاهمكش شنو تتقول. حيت ما واش تعرفوا الدراري مادام حنايا قلال، واش تعرفوا شنو هما البوتريل؟ تعرفوا شنو هما؟ اكتبوا لي، اكتبوا لي اللي تيعرف البوتريل اكتب لي. تعرف البوتريل؟ داكور. البوتريل هما واحد لي زيليمون اللي هما بالبيطون. هاد لي زيليمون اللي بالبيطون تيكونوا بري كونترانت، فهمتيني؟ فوالا هاد البري كونترانت هادي شحال، هادي شحال شنو كانوا تيديروا؟ دال اوردي دال، واخا خلينا من دال بلا، دال ديال لي زوردي، دال ديال بلاتي. نشوف سمحوا لي انا جبت لكم دابا شي تصويره باش نكونوا عارفين علاش تندوي. من الاحسن نجبد لكم التصويره باش نعرفوا شنو علاش تندوي. بقاو معايا واحد دقيقة عافاكم. ريسيبسيون شونتي فوالا. مزيان هادي، بانت لكم الصورة الشباب، بانت لكم هاد الصورة هادي بلاتي. وي اكزاكتومون، بانت لكم هاد الصويرة. شوف داك هنايا، هادو لي تتشوفو فيهم هنايا إلا زوميت هنايا، هادو هما البوتريل. ها هما هنايا، شوف ها هما هنا. غادي نشوف واحد الصويرة واحدة أخرى، ها نشوف جيت صويرة هنا ولا جو. هادو هاد الخويات هادو تتشوفو هنايا، هاد الخويات لي تتشوفو هنا، هادو هما البوتريل. ها هما شتي، أنا نزومي شي شوية، نزومي شي شوية، ها هما شتيهم، هادو هما البوتريل. راه متيبانوش دابا حيت الخويات بيناتهم، وهذا هو لي زوردي. ملي تنقولو دالا ديال الوردي تنقولو هاد هادي هي الدالة ديال الوردي، فيها البوتريل وفيها لي زوردي. الو هاد البوتريل وهاد لي زوردي هادو هادي شحال كانوا تيديروا ما بين الوردي، ما كانوش هادو مجوج، ما كانوش لي زوردي وما كانش البوتريل. شنو كان؟ كان هذا تيكون بالبريك، بريك حمر اللي تنعرفوه كاملين، وكان هاد لي زوردي هادو كانوا تيتسماو سرديلات، كانوا تيديروا جوج حديدات لتحت، معروفين عند الناس القدام تيقولوا لهم سرديلات. كانوا تيديروا جوج حديدات الفوق وحديده، جوج حديدات لتحت وحديده الفوق، فهمتيني؟ وتيكوليوها. هذا السيستم القديم. من بعد جاو هاد لي زوردي. لي زوردي هما هاد الوردي هذا اللي تتشوفوا، هاد النوع من البريك تقدروا تقولوا، و البوتريل راه بري فابريكي. علاش دابا الى رجعتكم للدراسه تتعرفوا مثلا دابا بلاتي بنت
شغل البنت انتم دابا تتعرفوا بانه الحديد مزيان في التراكسيون وفي الكومبريسيون. الحديد الفير ولا لاسي مزيان في التراكسيون في الكومبريسيون، يعني سواء جبدتيه بحال هكا ولا ضغطتي عليه بحال هكا، يعني اما تجبدو واما تضغط عليه تيخدم مزيان. بار كونتر البيتون لا، البيتون مختلف شي شويه. البيتون مزيان، البيتون مزيان في حاجه واحده، تقدروا تقولوا لي فاش مزيان البيتون؟ فاش مزيان البيتون؟ البيتون مزيان الكومبريسيون، فهمتيني؟ الكومبريسيون يعني انت تضغط على البيتون مزيان، ولكن في التراكسيون مقتول. فوالا، في الكومبريسيون، في الكومبريسيون مزيان ولكن في التراكسيون مقتول. فشنو قالوا؟ قالوا غنجيبوا واحد ليليمون اللي غيكون اون بيتون، اللي غيكون اون بيتون وفي نفس الوقت غيكون غيكون مزيان حتى في التراكسيون، غيكون مزيان حتى في التراكسيون. شنو داروا؟ جابوا واحد، راه تشوفوا هنايا كاينه واحد لي كابل هنا في هاد البوتريل، هذا راه كاينه واحد لي كابل، يعني لي كابل تيجيو داخلين في البوتريل. جابوا هاد لي كابل، جبدوهم مزيان، جبدوهم، ومن بعد ما جبدوهم داروا عليهم البيتون، ومن بعد ما داروا عليهم البيتون طلقوا دوك لي كابل. فشنو وقع لهم؟ بحال تكومبريسا داك سميتو، بحال تجمع، فهمتي؟ بحال تجمع داك لي ليمون اللي بالبيطون، يعني جبدو السلوكة مزيان ومن بعد طلقوهم وعاد داروا البيطون عليهم، وديك الساعة تجمع فولا مزيان حتى في التراكسيون. فهو اليمون ديال البيطون ولكن ولا مزيان حتى في التراكسيون. هذا هو الهدف من البوتريل، هذه حاجة. ثاني حاجة، فيه مشكل واحد هو هذا البوتريل، هذا المشكل ديالو. نتوما في الشونتي الا مشيو تسويفي ولا الا مشيتو تسويفي، ان فوا تشق البوتريلا مبقاتش خدامه، حيت صافي تهرس داك البرينسيپ اللي تصايبات عليه. واش فهمتيني؟ داك ليليمون اللي تصايبات عليه صافي مشى. تخيلوا معايا مثلا نتوما حديده تشقات، حديده تهرسات، بقات خدامه ولا مبقاتش خدامه؟ هترميها وبحال هكا تيولي البيطون. الا تشق البوتريل حيدوه، خصو يحيدو لكم من الشونتي. غني مشيو تريسيبسيوني ولا تسويفيو، ان فوا دور على البوتريل من التحت، حيت بعض الخطرات تيحطوهم حتى تلقى شي وحده مهرس. داكوغ؟ الو، كنا تنهضرو على البوتريل، كنا تنهضرو على لو سون دو شارج، يعني ملي تيكون بدينا موقف ليا انا هنايا فوق هاد الوردية هدا، شتي وقع لا شارج؟ تيدوز لا شارج ديالو مع لا شارج ديال الوردية، تيدوزو من هاد البوتريلات لهادي ولهادي. دابا تخيلو مثلا نتا واقف في هاد البلاصة، لا شارج ديالك تدوز لهاد البوتريلة وتدوز لهاد البوتريلة، تقول ديالك. من بعد هاد البوتريلة شنو تدير؟ تدوز تقول ديالك لهاد البوتر والبوتر اللي مقابلة ليها بحال هاكا، تتولي ها هو البوتر اللي شفت، شفتو؟ فتيولي كيما قلت لك، انت لو وقفتي هنا تدوز لا شارج ديالك لهاد البوتريل وهاد البوتريل وهاد البوتريل بدورها تتنوض وتدوز لا شارج لهاد البوتر وتدوز لا شارج لهاد البوتر. هاد البوتر بدورها شنو تدير؟ تدوز لا شارج ديال هادشي كامل هاد البوطون والبوطو اللي مقابل لي. مفهوم هاد القضية هادي؟ هداك الشيء علاش قلت لكم قبيلة فاش كنت تنخدم، ومام طو انا تنخدم وتنفكر تنقول راه انا غنجيب البوتريل هاكا، الوغ هاد البوتر غتكون هازة لا شارج. ملي غتكون هازة لا شارج صافو ديك غتهز على هاد البوتر هادي، ولا تهزات على هادي الا كنت انا ديجا ندوز شي بوتر هنا، راه غيجيني الروطومبي في وسط الكوزينة. الوغ تنفكر قبل ما نسميتو، واش فهمتي؟ ماشي غير تنجيو نحط، راه ومام طو تنشوف شنو واش غيخدم هادشي ولا ما غاديش يخدم. الو، قلت بانه ماشي ديما تقدر تيفيتي الروطومبي في كاع البلايص، دابا غنحتفظ بها ولكن من بعد غنشوف ليها شي حل، الا قدرت نشوف ليها حل. داكور؟ غندوز هادي، انا دابا لقيتوني تنفكر نحط شي بوطو في هاد البلايصه هادي، ولكن ما عرفتش واش غيخدم ليا ولا لا.
نزلنا في هاد البلاصه هادي نديرها بالاحمر شي كولور ديفيرون، نهزها نمشي لها البوان اللي ديما تنزل منها بوطون ونشوف شنو غيعطيني لتحت. شتي الفينجا اذا ما خدامش شتي علاش فكرت ندير بوطو تما؟ لان ملي غن دابا انا اللي كيكون قبيله راه كاين دو تيب، كاينه دو تيب ديال لي بوطو، كاينه بوتر برانسيبال راه قريتو عليها هاد المساله، وهي البوتر اللي تتكون شاده من بوطو لبوطو، وكاينه بوتر سكوندير اللي تتكون شاده من بوتر لبوطو من بوتر لبوطو ولا من بحال هاشا نعطيكم مثال. اسمحوا لي الشباب انا شويه مريض بوتر اللي تتكون برانسيبال هي بحال هذه مثلا، هذه بوتر شاده في هذا البوطون وشاده في هذا البوطون. بوتر اللي تتكون سوكوندير هي بحال هذه مثلا، هي شاده من هنا في البوطون ولكن تتجي لهنايا وتتولي شاده في بوتر وحده اخرى، بمعنى ان هاد لا شارج اللي غتهز هاد البوتر كامله ما يبقاش دايز، غيولي النص ديالها دايز هاد البوطون صافي سالات مادام، ولكن هنا غيولي ينتقل عاوتاني لهاد البوتر اللي بدورها غتنقلو لهاد البوطون وغتنقلو لهادي. فلا شفتو معايا الا دوزت انا مثلا هادي سوكوندير، هادي بوتر سوكوندير فوق بوتر سوكوندير على برانسيبال. القانون ما تيعطيش يعني كونسيبسيون، حاول ما امكن ما تخدمش بجوج لي بوتر سوكوندير، ما تخدمش فوق اكثر من جوج لي بوتر سوكوندير، يعني هادي مهزوز على هادي مهزوز على هادي عاد وصلنا للبوتر برانسيبال. علاش ملي تيوقع الله يستر شي حاجه ولا شي بوتر تتبغي طيح ولا شي بوتر تيوقع المشكل، ما تبقاش عندها ارتباط مع لي بوتر الاخرين. تخيل معايا دابا مثلا هاد البوتر هادي اللي شاده في هاد البوطو، هاد البوط ما توقع فيها مشكل مثلا وطاحت ولا شي حاجه، اذا راه غطيح راسها. ولكن تخيل معايا دابا الا درت هاد الكونسيبسيون، شوف الا درت هاد الكونسيبسيون هاكا، شوف شوف هاد لازون هادي كامله، هاد لازون كامله غتهز على هاد البوتر، بما فيها هاد البوتر تولي مهزوز على هادي، غتزاد عليها هاد لازون هادي وهاد لازونات تهز عليها. فتخيل معايا دابا مثلا هاد البوت هادي وقع فيها شي مشكل مثلا، ترست هاكا، غيوقع لها شنو؟ غتجر معاها، غتجر معاها هاد البوت، ولا جرات معاها هاد البوت، غتجر معاها هاد البوت، يعني شنو غيوقع؟ هاد لازون كاملة غتمشي غطيها. الوغ علاه تنقولو حاول ما امكن انك ما تكترش في لي بوتر سوكوندير، ديما حاول ان البوتر تمشي من البوطو لبوطو ما امكن، ولا كنتي غدير دير وحده ديرش كتر من جوج، ماكسيموم جوج ماكسيموم. دابا هادي راه موفيز كونسيبت يعني خصكش ديرها، حاول ما امكن تتفاداها الا في الحالات القصوى، واش فهمتيني؟ دابا تنشوف ان هنايا هادي ما عندها حتى شي معنى، انا خصني نلقى ليها شي حل، نشوف شي طريقه باش هاد البوتر ما تبقاش مهزوزه فوق هادي مهزوزه فوق هادي. وهنا فين تتبان الكونسيبت، واش فهمتي؟ غنشوفو هنايا اش من حل، اش من حل ممكن نديرو، اش من حل ممكن نديرو. اش من حل ممكن نديرو. عندكم شي فكرة الشباب؟ كاين حل كاين حل، واخا غنشوفو هنايا من هنا تلنا شحال عندنا، عندنا 7.78 هتجي كبيرة. كنت بغيت نجيب الوردي فعود هاد البوتر انترميديير هادي نحيدها في خطرة وجينيش، يعني بمعنى بغيت ندير لها فحال هكا جينيشن بوتري من هنا تلهم،
وديك الساعه يشوفوا واش كي غيديروا له، واش بوترجين ليه ولا هاد البوتري. راه هو فيه انواع وعلى حسب هاد لا لونغور ديال البوتري، على حسب اللي تيتحدد. مثلا اذا كانت مثلا عام من هنا لهنا، شوفوا لا خديت هاد لاكوت هادي من هنا لهنا، شحال هنا تقريبا 3 19، فهذا مثلا 16 بليس 4 راه دايز. بوتريل ديال 16 بليس 4 دايز، من تنقولو بوتريل 16 بليس 4 تنقصدو به رجعو لديك التصويره، تنقصدو به هاد الورديه لارجو لا هوتور ديالها فيها 16 و 4 هي لا الكومبريسيون، يعني تتجي بيطون من الفوق، تتجي بيطون 4 سنتيم تتغطى بها من الفوق. من تنقولو 20 بليس 5 يعني تنقولو هاد الورديه يكون فيها 20 سنتيمتر من هنا للفوق، يكون فيها 20 سنتيمتر هنا واضحه، هادي غيكون فيها 20 من الفوق للتحت غيكون فيها 20 سنتيمتر، ودالت كومبريسيون اللي فيها هاد الشبكه الى اخره تكون فيها 5 سنتيم. وانت غادي كيفاش تيتحدوا هاد لي دال؟ اما بواحد العلاقه اللي هي ال على 250، ولا تيجي واحد الكتالوج من عند صادات عنده واحد الكتالوج تيعطيك لي لونغور لا شارج نورمالمون اللي غتهز، لا شارج اللي غتهز هاد لادال على حساب لا شارج اللي غتهز، وعلى حساب لونغور ديال البوتريلا تيعطيك شمن وردي غيكون فيها، واش 15 بليس 5 ولا 16 بليس 4 ولا 20 بليس 5 ولا 25 بليس 5 ولا دا اوردي مثلا دار افيك بوتري جيملي. ونجا نقصد بوتري جيملي لان تيجيو هادو، ولكن تيجيو هادو مدوبلين، يعني هاد البوتري لا تجي وحده 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 الى اخره، على حسب لا لونغو على حسب لا شارج. راه ماشي على لونغو هو اللي تيحكم، راه تقدر تكون فيها مثلا هنا غير 3 متر ولكن هزه لا شارج بزاف، تقدر دير فيها 20 بليس 5 ضروري، يعني بين هاد المساله هادي وهادي غتشوفوها من بعد ان شاء الله. الو كنت تنفكر ان البوتريل غيدوز هنا حتى لهنا، وفي هذه الحاله راه 17 18، لان بالتاكيد غيكون 20 بليس 5 ولا حتى 25 بليس 5، غالبا 20 بليس 5 غيكون هنا داكور. المهم علينا نخليو هذه البلاصه هذه باش ما نبقاوش واقفين فيها. اجي نشوفوا دابا البيريفيريك على برا، بقات لنا غير ديك النقطه حنا نشوفوا كيفاش غنجوها. غنديسيني واحد اللين من هنايا تعال لهنا هنا اللي تحدد لي الحدود ديال الباتيمو ديالي. اها داكو مزيان. غادي ندير اجيستي، غنكليك على برولونجي يا شباب، برولونجي كليك على البولي لاين اللي ديسينيت، بولي لاين بولي لين ماشي لين، ما ديسينيتش لين، بولي لين بولي لين. الفرق بينه وبين لين، شوف لين مي تنديسيني شنو تيعطي، هذا بوحدو وهذا فوحدو. بولي لاين لا ديسينيت هذا مع هذا شنو تيعطي؟ تيكون لين واحد، هذا هو الفرق بيناتهم. فانا ديسينيت هذا بالبولي لين، ومن بعد علاش درتو؟ باش منين نجي البرولونجي نسيليكسيونيه، سيليكسيونيته هكا يسيليكسيوني ليا كلشي، ونبدا نوصل هاد لي بوتر نوصلهم ليه، يا البوتر اللي تما اللي شاده في بوطو نوصلها، تتسمى بوتر كونسول. بوتر كونسول هادي، وهنا إذا نسيت ما دوزت شي حاجة، بعد هادي غنحاول نديبلاسيها في الحيط، بوتر في الحيط، سيليكسيوني، نحاول نجيب وحدة أخرى هنا، ديبلاسي. بوتر نوايي هي البوتر اللي ما تتكونش هازه لا شارج، واش فهمتيني؟ انا نقول لك بحال هكا، البوتر نوايي هي البوتر اللي ما تتكونش هازه لا شارج. دابا مثلا انا مثلا هزيت البوتريل، داك البوتريل دوزتو من هنا ودوزتو هنا، بما ان داك البوتريل جا هنا وجا البوتريل هنا، فهمتي؟ الا جا البوتريل هنا دايز هاكا وجا البوتريل هنا ليز هاكا، بمعنى ان اللي هاز لا شارج هاد البوتر هادي وهاد لي بوتر هاد الجوج، ولكن هادي ما بقاتش هازه لا شارج،
نوايي هي انتيغري في لادار، يعني لادار اللي كانت فيها مثلا هنا الفا، تاع البوت تكون فيها الفا، يعني تجي مخبيه، تجي مخبيه مع لادار، تجي مخبيه فيها، فهمتيني؟ هذه هي البوتر نوايي. احيانا تنحتاجوا البوتر ماشي نوايي، هي تتكون نوايي ولكن روتومبي، يعني ماشي بعض الخطات تنحتاجوا شي بوتر تنديروها عريضه، فهمتيني؟ مثلا عندي واحد لادال من هنا اللي انا بغيت نهز انا هاد لاشارج خارج الحديد بحال هكا، فهاد البوتر هادي الا مشيت درتها بالروتومبي ديالها ربما تعطيني 40، تجيني خارجه في الشومبر. بعض الخطات تنديروا بوتر، بعض الخطات تنديروا مثلا في هاد البوتر في العرض ديالها 60 مثلا، 60 تجي بحال هكا، تجي عريضه ولكن تجي نوايه، يعني في هذاك بحال لا تقول داكشي اللي غنزيدوا ليها في لاوتور ديالها تنزيدوا ليها في العرض ديالها، في العرض ديالها، فهمتي؟ ولكن هادي راه لان هنايا تيوقع واحد المشكل في الفلاش، والمهم روينا هنا، فهادي نادرا فاش تنحتاجوها، تتحل بعض الخطات شي مشاكل، واش فهمتي؟ وبعض الخطات تتكون هاد البوتر نوايي، ملي تتكون عندك بوتر نوايي كبيرة بزاف، مثلا تخيل معايا غندوز انا هاد البوتر هادي من هنا تال لهنا، من هنا تال لهنا، هاهي البوتر. دابا البوتر من هنا تال لهنا ميمكنش دير فيها نتا 25 ديال العرض، علاش؟ حيت فيها 7 متر، واش فهمتيني؟ ميمكنش دابا هادي غيكون فيها 7 متر غدير فيها الا 25 على 20، غتجيك بحال هاكا البودر هاكا 25 على 20، مثلا هاهي 7 × 25 غتجيك بحال هاكا، مثلا 0.25 عليها 0.25 مثلا، ديرو كاع في لادار 25، هادي بودر نوعي وهي فيها 7 متر، تخيل معايا 7 متر، فشنو تنديرو؟ تنعرضوها، نقدر نديرو فيها 60 مثلا، تنقولو مثلا هادي تزيد فيها 30 تتولي فحال هاكا، فهمتيني؟ عريضة، علاش؟ حيت لا لونغور ديالها كبيرة بزاف، 7 متر، أما إلا كانت صغيرة فحال هادي مثلا، بحال دابا مثلا شي وحيدة فحال هادي صغيرة ولا كدا، ماشي مشكل، تقدر دير فيها 25 على 20 بالوقت، داكور؟ هنا بطبيعة الحال راه تقريبا بوطو واحد، هذا اللي هنا. اسمحوا لي راه ما كاينش التركيز، ما انا ما مركزش بزاف الصراحه، لانه انا قلت لكم شويه هي، فغنحيدو هادي غنحيدو هادي هادي بوتر كونسول اشمعنى هادي بوتر كونسول تنقصدو بيها بانه تخيل معايا دابا هذا هو البوطو، تخيل معايا هذا هو البوطو، الا شفتو مزيان بعض الخطات فاش تتشوفو شي عمارة تتلقى واحد اللعيبة خارجة بحال هكا، دايرة بحال هكا، تتكون دايز من شي عمارة لتحت، وتتشوف واحد الكونسولة خارجة بحال هكا. هاد البوتر كونسول تتكون تابعة لهاد البوتر، هادي البوتر اللي جاية هاكا نيش، داكور؟ تخيلو معايا نتوما هذا هو البوطو، هذا هو البوطو لتحت هابط هاكا 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 هابط، ونتايا مثلا دايز من تحت العمارة تتشوف واحد الكونسول خارجة بحال هكا، هادي هي الكونسول. ديال الكونسول، يعني تيكون البوتر جاية نيشان شادة في البوطو خارجة، خارجة من هنا، فهمتيني؟ فالحديد، الحديد اللي تيكون هنايا لداخل في البوتر تيجي تا لهنا و تيخرج، تيجي بحال هكا، فهمتيني؟ الحديدة تجي هكا والحديد اللي الفوق راه تاني كذلك، هادي تتسمى كونسول، بوتر كونسول، نفس الشي اللي تنديرو دابا حنايا هنا، هاهي شتيها هنا، ها البوطو اللي تندويو عليه، وهادي كونسول خارجة، وتنخدمو هنا بلي كونسول، علاش؟ حيت ما عندناش الحق نحطو البوطو هنا، حيت علاش؟ الا حطينا البوطو تما غيطلع لنا، غيجينا فواحد البلاصة فيد هنا، شتي غيجي فواحد البلاصة فيد، هو مخصوش يجي على برا، عليها في لي زيتاج كورون تنخدمو بالبوتر كونسول، داكور؟
الو خرجنا هنا بوتر كونسول، هنا خرجنا بالبوتر كونسول. هنايا هاد البوتر هادي ما عندها حتى شي اهميه اذا ما خدامش. هادي ها هي، حيت علاش ما خدامش؟ ها نتوما تتشوفوا تعطينا بوطون في الشومبر الا مشات تهزات شي حاجه، راه اما تجي نويي واما تحيد. ومادام ما غاديش نويي نحيدو. زيد هنايا، هنا نقدر، هنا نقدر نخرجو بوتر كونسول. ها هي هنا، هنا عندو الحيط. اها هنا هاد البوطو هدا تنظن ما عندو حتى شي أهمية على هاد الحساب. هنايا شوف، هنايا ممكن نجيب بوتر وحدة أخرى. ها هي شوف هاد البلاصة هادي، اجيستي هاد اللعيبة. دابا في الاول راه حنا تنديرو كونسيبسيون، في الاخر عاد غادي لا هنا صعيبة شوية هنا، لانه ما كاينش كونسول. الوغ حيت البوطو جام ديبلاسي، علاش؟ لان البوطو جام ديبلاسي، علاش فوالا هنا، لان الا درنا هنا غيجي في الشومبر. الوغ مخداماش تما، هنا واحد الاشكال عاوتاني كبير خصنا نحلوه. هنا اشكال كبير خصنا نحلوه. الو هنا خصنا ضروري شي بودر. كريت هنا الشباب علينا. وهنا بعض الحالات اللي تنقول لكم راكم تضطروا انك دير شي روطومبي في شي بلاصه. ما علينا، حنا نشوفوا كيفاش نحلوها. حيت دابا شوف مثلا هاد البلاصه هادي خليها كامل فيديو، ما عندك كيفاش درت، كيفاش درت تحطها. يعني واخا دوز بوتر هاكا وتجيبها مثلا انكليني نويي وتجيبها لي دال بلان، انا كنفكرت مثلا نجيب هاد البلاصة هادي. شوف هنا تعطيك تقريبا واحد جوج متر حتى لتلاتة متر، بزاف. جيبها حديد هاكا ويجي الحديد داخل، زعما تجيب اون كونسول. راه مخداماش. واش غادي نديرو؟ الاشكال هو المهم، باش ما نضيعوش الوقت. هاد الحصة غتسمحوا لي غير عن ندوزوها هكاك بيد ما نولينا شوية المرة الجاية. دزنا هادي، دزنا هادي غتهز اون كونسول. غنجيب واحد البوتر في الاخر بيريفيريك، غتجي على برا. هاي هنا راه لا صيبتي غير دير واحد، شي لاخر كله غيبقى ساهل. هنا وهنا اجيستي هادي، هنا وهنا اجيستي هادي. نخلي ديك الحريرة من بعد، هنا وهنا اجيستي هادي. هنا تا هي نشوفها من بعد. المهم بليز اون بدات شوية، بدات الأمور تتضح شي شوية. عندنا بعض الإشكالات في شي بلايص خصنا نحلوهم، ولكن كومان بدا تيبان شي شويه الكونسيبسيون ديال لي بوتر كيفاش غيكون الشغل، فهمت؟ وانا كاشيت دابا سميتو باش يبدا يبان ليا بدات الكونسيبسيون شويه تتوضح، فهمتي؟ بدات الكونسيبسيون شي شويه تتوضح. قعدنا اشكال هنا، تنشوف بان الروطومبي تقريبا كله غيكون هابط في الحيط، ولكن قعدنا واحد الاشكال في شي بلايص خصنا نعالجوه. هادي راه ماشي اشكال، تقدر تجيب بوتر هاكا باش تسد هاد الكارو. هذا
في الاول بعدا تتحيد الكونسيبسيون عليك، وفي الاخر تيولي مساله ديال الزواق وكذا. راه هذاك الشيء في الاخر غنوري لكم، انتم تشوفوا دابا هذا البلون اللي تيبان لكم معنكاش ومروان وكذا، غتشوفوا في الاخر كيفاش غيخرج بلي ديطاي ديالو. الشباب سمحوا لي دابا غنوقف في هاد النقطه هذه. الحصه الماجيه ان شاء الله غنعالجوا هاد المشكله هنا، وغنعالجوا المشكل اللي كاين هنا، وديك الساعه ان فوا غنساليو من هاد دو بروبليم غنبداو نحطو لي بوتريل ديالنا. غنبداو نحطو لي بوتريل ديال بحال دابا مثلا هنا غنحطو بوتريل غادي فهاد لو سون، فهاد لو سون، هذا غيجي فهاد لو سون، هذا غيجي فهاد لو سون. ملي غنساليو ونحطو البوتريل غنبداو نكالكليو لي بوتر. طريقه سهله وبسيطه، انا غنوريها لكم الحصه الماجيه ان شاء الله. هادشي اللي كاين الشباب، سمحوا لي بزاف، الله ييسر الامور وهادشي اللي الله. الساعه ما نقدرش نزيد نكمل اكثر من هكا. يلا بون كوراج. وبالنسبه للدراري اللي تيصيفطوا لي لي ديسان ديالهم، كاين بعض الاشكالات. المهم واحد الحاجه انا كنت بغيت نوريها لكم رابيدمون، فتحتو قبيله باش هذا اول بلو، هذا تيكلا كنت قبيله تنقول لكم على لي بوتر سكوندير مع لي بوتر برينسيبال. بحال دابا مثلا انا فوالا، مثلا دابا هادي هانتوما تتشوفو، هادي بوتر برينسيبال وهادي بوتر سكوندير، يعني بوتر مهزوزة فوق سميتو. لي كونسول اللي كنت نوريكم بحال هادي مثلا، حاولوا تعلموا تيكلا الشباب من بعد ما نساليو ان شاء الله، غنحاول نعلمكم حتى تيكلا الى كتاب الله. حتى انا بيدي مازال تنتعلم ليه، ففي شي امكانيات واعره الصراحه. انتم تتشوفوا حتى الفرياج، شتي حتى الفرياج ديالو الا بديت. فانفو ان شاء الله تساليو من دو دي بعدا تتميتريزيو الكونسيبسيون مزيان، ودو دي مزيان عاد ديك الساعه دازو لهادشي هذا. واخا هادشي اللي كاين الشباب، الله ييسر الامور، الله يربحكم، الله ييسر اموركم اجمعين. وهذا وتهلاو لي فراسكم، ونديرو لهاد الفيديو هذا الله يجعل البركه ساعه، الله يجعل البركه. المره الماجيه ان شاء الله نكون شويه بخير ومستعد انا ندوزو هاد المرحله اللي طولنا فيها بزاف لي بودر، ان شاء الله ما يكون غير خير. يلا الله ييسر اموركم يا شباب، تهلاو لي فراسكم.